جامعة حجة أيضا مقرات وفضاءات لخدمة أصحاب المشاريع المبتكرة لتجسيدها على أرض الواقع. السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، اليوم بدينا نصوروا احنا هنا في الوي مارس نحكم طريق سنترفيل ونروحوا مع العمل في المرمدين المكتوب مع الامبيونس تاع العيد كاع هذا بارده خواه. سمعت كيفاش داروا حالة على العمل خروف 6 ملايين تديه تهزو فيه صاشية تديه يروح تبلي له صاشية بركة باش رجليه ما يخرجوش تديه يروح. أنا دا ناس يسر ما تقدرش تشري. مش معنى جايبين القرطة ثم ما فهمتش ولا جايبينه. سلام ابو احمد الله. سلام. الشيء الجميل في هذه الحياه
ومنذ ثلاثه اسابيع حددت بولايه خنشله بيئه خاصه ومتكامله من المركز الوطني للبحث في علوم الاثار برئاسه البروفيسور كمال المداد وبحضور مديره المركز امير السلطان ومثيره للسيده وزيره الثقافه للشروع في اجراء عمليه تنقيب في اطار مشروع حريه بغي. هذه الاخيره عبرت عن انشراف التلميذ وبالتالي الانطلاق في عمليات استكشافيه تاريخيه لموقع اثري يحمل اهميه كبيره بالنسبه لتاريخ المنطقه والجزائر. قضية اللي ينسب الليله يختي ولا راضية مشروع حفرية المقر الأثري بغي تواصلت على مدار ثلاثة أسابيع برئاسة البروفيسور كمال المداد وأعضاء البعثة وكان بعض الجمعيات وطلبة الاختصاص وكان العمل على ثلاثة أماكن من الموقع لإجراء حفريات باستعمال وسائل تقليدية للحفر والتنقيب كضرورة لتكون الحفرية دقيقة وعلى ثلاثة مراحل أولها المسح الأثري لنطاق المنطقة ثم الحفرية الأثرية داخل القصر وبعدها تكميل كل ما سيتم العثور عليه. وأوضح رئيس المشروع البروفيسور كامل مداد في ختام الجولة الأولى من مشروع حفرية بغاي أنه تم حصر مرحلتين لاستغلال الموقع الأولى تعود للحضارة البيزنطية من القرن السابع إلى الثامن الميلادي إلى المرحلة الإسلامية المتأخرة خلال القرن الخامس عشر. حصل الأولية أشكرك يا أختي فخبرنا الخلاصة أن خبرنا معكم مرحلتين من استغلال الموقع وما زالت رانا في ختام هذه الدورة ولكن ليس في النهاية ما زال يعني متواصل إن شاء الله في دورات خبرية أختي هذا مشروع طويل الأمد ما نحفروش 14 هكتار في شهر ولا في عام ولا في عامين هذا مشروع طويل الأمد وهذه المعطيات السلام عليكم وش يقول الأولاد كرتي والجامعات عاطفة المراحل استغلال الموقع يعني من بداية استغلاله حتى نهايته في هذا العمل يعني العمل الميز شيكو هذا كان جاي في طلعة النوفال كشغل صح طبعا رايح العمل وهدف البروفيسور كامل مداد ان صفرانية على اعتبار ان مشروع الحفرية سيدوم لسنوات عدة حيث سيتم برمجة جولة كل سنة ليتسنى لأعضاء البعثة إعطاء قراءة صحيحة لتاريخ المنطقة بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة مشيرا إلى أن العمل الآن سيكون محوريا على ما تم العثور عليه من اللغة الفخارية والمسلوكات والطبقات وغيرها. إن شاء الله العمل المقدم إن شاء الله يستمر في هذا الموضوع اللي نحطوا لشغل تعطل عليه المراحل وفاء متبقية في الموقع وهذا يطلب منا الصبر والمثابرة والنتائج فيها مجهود إقبالات النتائج بمرور العملية بالحفر وبرابوغاسيون تاع لي دوني يعني تحليل المعطيات وخاصة العمل المخباري الكبير هذه يعني مازال العمل المخباري الكبير باستغلال البوست فيه ثم كما يمكن يكون النتائج بين ظهر النتائج من خلال دراسة كل النقاط الفخارية دراسة المسلوكات دراسة الطبقات وغير ذلك وقراءة الدقيقة لهذه المراحل بالتالي يكون عندنا يعني كل المعطيات اللي تخلينا على بالنا ورانا من الحقنا واش مازال يعني نستنى فيه ان شاء الله العمل هذا جد يعني جد مشجع كمرحله اولى ونتفق شيء مدير الثقافة لولاية خنشلة محمد العلواني أكد أن النتائج الأولية من مشروع حفرية بغاي فتحت الشهية لجميع الفاعلين لاستكمال عملية الحفر والاستكشاف كون القصر الكاهن غني بالمادة التاريخية وسيكون محلا لدراسات بحثية وجامعية لتكون إضافة للرصيد التاريخي للمنطقة وللجزائر عامة وحتى لشمال إفريقيا. هذا القصر غني
من حيث مدة تاريخية، وأكيد هذه الحفرية ربما راح تدوم لسنين كما صرح الأستاذ أمس. قال بلي فتحت لنا شهية لدراسة يعني لتوجيه دراسات جامعية وبحثية في الموقع، لهذه الدراسات راح تكون إضافة في الرصيد التاريخي والمعرفي والعلمي خاصة من إذاعة خنشل الجهوية تسترجع مع مشاهديها وأوفيائها المسار الفني والإنساني لسلطان الأغنية الفولكلورية الأوراسية الفنان القدير. مخزونه التاريخي الثقافي والفني ومبني عمالقة الأغنية الفولكلورية
الفلكلورية الشعبية. أما عن مسيرته الفنية فقد بدأت وعمره 16 سنة حين بدأ يافعا في تقديم أهازيج وألحان شوية، فاستطاع دخول الساحة الفنية المحلية والوطنية. على الرغم من الأسماء الفنية الثقيلة إلا أنه استطاع أن يحجز مكانا له في قلوب الكثير من الساكنة وعشاق الأغنية الأوراسية. ونظرا للظروف التي كانت تسود المنطقة في السنوات الأولى من ظهور فجر الحرية والاستقلال، عكف الفنان بوزهر على تسجيل بطولات مجاهدي المنطقة، فكان بمثابة الذاكرة الحية لتاريخ المنطقة. نموت في الغيبة ما رمليش طيارة تحوانا طيارة تحوانا هذا طيارة تحوانا كمانا يتخمان هاي كمانا يتخمان شبابنا والشباب حتى يزدر على الطاقة زي الوحد يعني كل شبه من تبع الأرض يغوطن لشبابنا ولشبابنا ولمواطنينا كل ما شبابنا زي كل مطمع رأسين هم والمجاهدين وهم يحرين ما من سبيل تسجيل أغانيه المتنوعة ضمن عشرة موسيقية، حيث بدأ في تدوين الأغاني الثورية وإعادة توزيعها وتلحينها وفق أسلوب خاص يعتمد على الطابع الفني الأصيل، وتزامن هذا بتسجيل أول شريط تحت عنوان باب عمار التي أحدثت ثورة فنية في عالم الموسيقى الشعبية والفولكلورية، فاستطاعت هذه الأغنية أن تترك بصمات مؤثرة عند عامة الناس وفنانيها ومثقفيها. Thank you.
ما عرفوش اختي وينها؟ نو الحصاد والدرس لهذا الموسم مباشرة من إحدى المزارع المنتجية ببلدية عين الباب، بالإضافة إلى إحدى المستثمرات الفلاحية ببلدية الشوفة. هذا وقد تم تخصيص 50,000 حصاد لضمان العملية، عملية الحصاد والدرس، وتوقع الإنتاج 400,000
قنطار بهذا الموسم أنا في بعض. هذا وفتحت تعاونيه الحبوب والبقول الجافة لولاية عنابة والطارف أبواب المخازن الموزعة عبر 10 نقاط لاستقبال وتخزين المنتوج، حيث تصل قدرة التخزين إلى 1 مليون قنطار من الحبوب، مع تجنيد تعاونية كل الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال المنتوج بنظام أو نظام عمل يصل إلى منتصف الليل بمعدل 17 ساعة عمل. تدخل اختبارات البكالوريا يومها الأخير بالنسبة للشعب الأدبية، كما تنتهي الامتحانات غدا بالنسبة للشعب العلمية. هذا وتباينت الآراء، رأى المترشحين لمجري كل مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا 2024، فيما أقول كان عرفت هذه الامتحانات بالسير الحسن منذ بدايتها. في موضوع آخر، قامت مؤسسة عنابة نظيفة بتأجير 7 شاحنات إضافية من المصالح المائية قصد تدعيم عددها المخصص للتكفل برفع نفايات، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك في شهر مايو المنصرم. وكما تكشف المصالح الأمنية لولاية عنابة عن تزايد عدد الحوادث الجسمانية التي تتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية، خاصة مع حلول موسم الاستيقاظ. ختاما أشكركم طيب المتابعة، إلى اللقاء. لإعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية. الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة، إعلانات، إشهارات، رعاية البرامج والإشهار الرقمي. معايير مهنية عالية الجودة لترقية المنتوجات، الأفكار والخدمات، سرعة وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية، 3 قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. عالية الوصول الرقمي للإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيرن راديو على أبل ستور وجوجل بلاي. الإشهار على أثير الإذاعة الجزائرية، سرعة، انتشار وفعالية بكل مهنية وعلى المنصات الرقمية. زوروا موقع الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية radioalgerie.dz/pub. الإذاعة الجزائرية تضع بين أيديكم منصتها الرقمية، تطبيق للهاتف وموقع إلكتروني يأمنان لكم نقل الأخبار صوتا منصا وبالفيديو عبر البث الحي لكل قنواتنا 55 الوطنية الموضوعية والجهوية. كما يمكنكم إعادة الاستماع إلى برامجكم المفضلة في أي وقت عبر خدمة البودكاست. لتحميل التطبيق وتصفح أخبار إذاعة جزائرية، زوروا موقعنا الإلكتروني www.radioalgerie.dz. النجم الآخر لإذاعة عنابة عبر الفيسبوك. تابعونا.
Thank you.
مش
كما يقولوا مضمون ب 140 خلاص صرفها والله ما عندي حتى ضروره منيش نمشي تركي بالعقل تركي بالعقل ما عندكش روح لا ما عنديش اصلا شفتي ما قدم شويه Thank you.
اليوم نفضل الفريد. مين ما عجبه؟ أنا شفتك يعني شفت. انا رايحين لاستي بوليس تاع الحافله شنقرا يا اخي جا عنده كتا يا مروه زيد اون بليس دو ساي في البلاد لا دي نورمال انا يجي مسؤول تقفل البلاد على المواطنين هذه حاجه نورمال دخل في التقاليد شاب شي بينو بين روحو ما عادش يذكر اساميهم عاد يخاف يذكر اساميهم بينو بين روحو لا صايد تهدرت قفلوا كل شيء بوش يعني بوش هذا وش حاب هذه الجزائر جد جد لا لا البيس هذا ناب بيك الناس تاع الباك يعني وصلوا في البلاد لا ماشي يعني ما واش تفسير يعني مليح هذا باسكو ما كاين والو بصح كي وصلت من الولايه لقيت موفمون هكا فهمتي موفمون تا كاينه حاجه هكا واحد قاعد يدخل ويخرج ما فهمتش وصلت حصله كبيره قلت لك والله بالسياف شحال المرة كي جات تخلصني ما عندهاش صرف نقول لها واهي بقى غاسل خاسر 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 نشوف الكباش بقى قبل ما نعيش قدا مبقاوش نعيش في الكباش مكانش كان حتى كما يقولوا مظهر من المظاهر عيد ولا الأخطاء مجيش فيديو تاع البارح اللي حطوها سيد حب يشري نعجبها بولدها ولدها يرتع فيها صغير
قالوا قلت تحسبهم لي في زوج قالوا 10 بحاجه 11 مش مليون قالوا علاه وقالوا بدي احسب ليهم خلت خليهم فوق وهزوا قد يرضع فيها هو صغير خلاص قد يرضع مزال قالوا لك قد قيمتي هو لي هذا قالوا لك بستة نقول لك بستة تهزوا في الساشية وتديها وتدوبلي له الساشية كيما نقولوا باش رجلي ما يخرجوش الفيديو اكتب ومن بعد في يوتيوب اكتب من بعد الخروف تاع 6 ملايين تحير عن غيرك جبدوا من تحت امه العيد رحت مع الكوزان جام الغربة مسكين في نافع عنده في كان ما عيدش لام شوية حتويلة ورحنا شفتي عندك كيما نقولوا احنا 12 ما تشريش حاجة تعجبك لا عندكش 12 ما تشريش حاجه تعجبك ما عندكش 12 هذوم هذيك شغل عنيه هذوم 9 ملايين لما قال له السيد قال له قد ايه الخروف قال له ب 95 قال له لا سق سيد قد ايه يدير مش وقت خالق 95 والله هازو السيد خرج به من السوق قد ايه اخويا قال له لا شدو 95 95 تهزو في يدك اخويا 95 مامون تكركرو في ثلاثة وتلبو في المصدر وتعي انا انا نتاعي التسعة العام اللي فات العام ربع العام اللي فات ربع شحال كي جا يذبحو الفرنجة قريب ذبح لي يدي حاكمو من قرونو قرونو شغل سيري شي وانا الغلطة نتاعي حكمتو من قرونو ما قريتش قريب جر لي على صبعي يقاسكش لا لا حلي طرفة هنا ولا لا هذا ثم كبش مليح كيما نقولوا على كبش 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 مليح هذاك العام هذا تلقاه ب 13 كبش شفتي كيما هذا في شفتي هذا هذا اقل حاجه هذا اقل حاجه هذا 15 اقل حاجه هذا احسب وشفتي البارح وقال نقول لك ب 10 ملايين ناكل كباش المارقين المزنزرين هذا مقا يقدر ناكلوا في الساشيات ولا ما عرفوش كنت نشوف الوقت تزعف منه نقولوا ما كانش مش محط ما مش ما صايم مش محط ما وسيبوا مرقوها ولات حاجه هي تاع ربي بصح ولينا وليدي حاجه تعطاها لربي خايف منها شفت اخويا وليدي خايف كي تعطاها براحه وقلب صافي فرحان من فرحان فهمتي تهداها لربي العالمين وتفرح ولادك وليدي خايف مهموم تبات الليل وتفكر اسكي نقدر نلحق ولا ما نلحقش لا ما دام كل راح تنوض شويه على المرقاز اخويا حتى الحمد لله مش معي شراوه عماده صح كاتاستروف جامي مصرات مصرات باسكو الدوله حبتها سامبلومون هذا في مصدر هاي هذا في مصدر اي والله ما شريت هذا هو تاع 95 اي والله ما شريت والله ما تحط في المصدر والله هرناك اخويا وعلاه هرناك بيان سور هرناك وعلاه تصدف الناس وزيتو تحكي معاه حافظين كل حكايه واحده وانت تبات في الشوفاج وش تصيف تشارك لي ماتيجر وعندك المفتاح تاع الفطروا يا خويا وش بيك دخلك وش دخلك وش بيك مطفي شوفاش طايح لي في البري ولا مطفي لي ماتيجر ولا نبيع نبيع الفطروا ولا ما فهمتش واش انت قاعد تبيع وتهضر في اللونجاج هذا وغدواك في الملاهي تحط على رقصه 100 و200 مليون صح. انت بالذاتك كشاري شادي من هنا وابارتمون لولادك انا ما نبناش بكم باللي شارين لي فيلا يوم من حتى هو ولا بني عدس لي سكنة هذه البلاد هذه درك بني عدس اللي عندنا مانيش عايشين فيهم مين جايين؟ صحهم درك الظرف اللي نتاع فتح مين جايين؟ الدخلة الأخرى مين جايين بني عدس هذم؟ هي كلها بقرة وكلها تاع تاع كباش وتاع ما عرفنا نعرفوا حتى واحد كوبة تقلبت على رجلها كنت صغير كنت شايف دنيا اخرى وين انت كوبا وين انت سنكلو ما كانش هم كلهم في القايف في درع الريش قاعدين ما كانش فكتوهم كل درع الريش بن عمي قلبت الدنيا بين على... ماشي هنا ولاد كوراج اخويا بيصير ولاد كوراج يصير ولاد كوراج الكراو نشوفوا فيكم يقول لك شوفاج وكلمه يحكي لي على الشوفاج
وحاب يعجب لي روحه وهو عام كامل لبس الباط. يا واش ريقه شعبيه واحكي الحكايه هذه. وعصب راسك وفي الباب. ما تديريش الحكايه دي خلاص خلاص خلاص. يحاسب فيا كي شرطه هذه هو. لا لا. شغل انا شغل انا نوض الصباح نلقى مليون محطوط في شغل. يعني كان شهر شاشيه وي سلام. شكرا لك دكتور عمر رول استاذ القانون الاداري بجامعه عنابه استاذ مكرم ليلى في نفس السياق وبالهدف يعني تقديم تسهيلات للمواطنين للداخلين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يعني هناك جديد فيما يتعلق بمنح بطاقة الناخب أصبحت اليوم السلطة هي التي تطبع بطاقة الناخب على مستواها يعني على مستوى مطابعها الخاصة بينما كانت السلطة بطاقة وحمرة رايحين حماسي تنسب البلدية اليوم السلطة أصبحت مهمة ومسلطة للأضواء على كل تفاصيل العملية الانتخابية هي التي تقرع بطاقة الناخب ثم ترسلها إلى البلديات ليتم توزيعها وتسليمها لأصحابها وبسجلات حتى سابقا كانت تستخدم سجل واحد للتحليل وللتغيير الإقامة وللشطب وغيرها بينما حاليا أصبحت تخصص السجل لكل عملية لكل حالة أعتقد أن يعني مسار بناء إدارة انتخابية خاصة مع الرقمنة اليوم أصبح متاح وقابل للتجسيد فعلا. نعم التي سعى لها هذا الحراك هو تحقيق ما يسمى بحياد الإدارة لاحظنا خلال الانتخابات الفارطة ومن بين الانتقادات التي كانت موجهة للانتخابات الجزائرية الفارطة أنه تدخل الإدارة في العملية الانتخابية ومن ثم تأثيرها الفحص التدريبي السلبي على نتائج الانتخابات من هذا الباب جاء السعي نحو إنشاء هيئة محايدة تسعى إلى الإشراف على طبيعة العملية الانتخابية ولاحظنا كيف انتقلنا حتى على مستوى السلطة الوطنية المستقلة في حد ذاتها كيف انتقلت من مرحلة الإشراف والرقابة إلى مرحلة التكفل بالعملية الانتخابية كاملة من بدايتها إلى نهايتها لكل ضمان لحياد الإدارة وهي المواد الأساسية التي أكد عليها الدستور حاليا
يركز الدستور على ضروره حياد الاداره العامه بشكل عام، وخاصه في خلال العمليه الانتقاليه، لانها اسلوب نحو بناء مؤسسات الدوله بمختلف مراحلها بمختلف مستوياتها. تم تأتي هذا الجديد صح التعبير من خلال الاعتماد على الرقمنة، من خلال تقسيم أو عفوا من خلال توزيع العملية الانتخابية على سجلات مختلفة، وتكليف الموظفين أو المؤطرين بكل سجل على حدة. هذا كله تأكيد لضمان الحياد، لضمان السعي نحو الشفافية، ولتحقيق دائما الأمن القانوني في دولة الجزائر الجديدة. وكذلك دكتورة ليلى، وسنتقل إلى دكتورة مرغول، من بين كذلك المؤشرات التي تدل على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حريصة على مبدأ الحياد والشفافية يعني إطارات السلطة من مستخدميها وإطاراتها حتى المندوبين على مستوى البلديات، يتم انتقاؤهم باقتراح من المندوب الولائي ثم بموافقة من رئيس السلطة. وهناك يعني نوع من الخصوصيات التي تتوفر في هؤلاء الأشخاص الإطارات الذين ينتمون إلى السلطة الوطنية المستقلة، وهو أنهم يكونوا يعني محايدين من أجل يعني تعزيز الشفافية أكثر. أكيد بالتالي السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات يفترض فيها أن تكون سلطة محايدة على مزاحة العملية الانتخابية، وبالتالي هذا الحياد هذه الصفة لابد أن تنعكس على الأعضاء، سواء بالنسبة لرئيس السلطة، سواء بالنسبة لمجلس السلطة، حتى بالنسبة للمندوبين، وبالنسبة لأعضاء مختلف الأعضاء الآخرين بالنسبة للبلد الداخلي. وبالتالي الحياد لابد أن يكون يعني يفترض ولابد أن يكون في كل هؤلاء الأعضاء. بالنسبة لكل أي نشاط لابد أن لا يكون عليه التعاون بين حزب ولا أي طرف سياسي مع الأحلام كما يقال فاقد شيء تأمين. إذا هنا لابد أن يكون محايدا حتى مساهمة في نزاهة طبعا العملية الانتخابية، أيضا يعني يكون ذو سيرة حسنة ليس له أي يعني سوابق سواء عادية أو ذلك، يكون يعني يتحمل نزاهة ويكون متمتع بحقوق السياسية المنصوص عليها في القانون. وبالتالي هنا يعني إن توافرت كل هذه الشروط يكون مؤهلا لاختياره من طرف طبعا كما ذكرت المندوب يعني يصادق على الوفاء طبعا رئيس السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات. وهذه مساله مهمه جدا مرتبطه بالشفافيه، شفافيه العمليه الانتخابيه في حد ذاتها. طبعا دكتوره دكتور ليلى، نحن الان كذلك نعيش مرحله مهمه بالنسبه للانتخابات الرئاسيه، الا وهي استمارات التوقيع الاكتتاب بالنسبه للمترشحين. نحن نتابع في الساحه السياسيه، هناك بعض المترشحين الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح لرئاسه 7 سبتمبر المقبل بحول الله. كيف تجري هذه العمليه ومن يشرف عليها؟ استمارات الترشح صح التعبير من المراحل التي تحول للمواطن حق الترشح. تحدثنا منذ قليل عن الحقوق السياسية للمواطن منذ حق الانتخاب، هذا من 18 سنة فما فوق مع توفي بقية الشروط، وعن حق الترشح. حق الترشح أيضا من أهم الحقوق الأساسية للمواطن، يضمنها له الدستور، تضمنها له قوانين الدولة. بالتالي بالرجوع إلى الدستور لا سيما المادة 87، كل من بلغ سن 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وتوفرت فيه بقية الشروط كما يحددها الدستور وقانون الانتخابات، من حقه أن يقدم ترشحا في هذه الانتخابات الرئاسية. هذا الترشح عن طريق استمارات الاكتتاب في هذه الاستمارات للترشح، العملية التي تشرف عليها كما كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. لابد أن يقدم هذا المترشح يتضمن سياسيه
الترشح التي تعتبر تعبير صريح عن إرادة هذا المواطن في الترشح لرئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نعم، طبعا المرحلة كذلك مهمة دكتور بول، تتعلق باستمارات الترشح والترشح في حد ذاته. طبعا المادة 87 من الدستور حددت بالدقة تفاصيل هذه المسألة فيما يتعلق مثلا بالمترشح من المطلوب منه عدد الاستمارات التي يوفرها التوقيعات سواء كانت من مواطنين كما تفضل على المستوى أو من المتكلمين يختلف العدد. هناك يعني تقرير يحكم هذه المسألة الشروط العامة كما أسلفت القول الأستاذة الجنسية الجزائرية الجزائرية أن يكون عميقا ارتكب أفعال مشينة في الثورة يعني إلى كان الشروط تلقى بحقوق المدنية السياسية وإذا كان الشروط التي يعملها لكن هناك يعني شروط يعني نستطيع القول أنها شروط يتم النص عليها خصوصا بالنسبة للانتخابات الرئاسية سواء ما تعلق فيما يخص التوقيعات كما استفتح في الأزهر أنه يعني مثلا المادة يعني 250 تقول لك يعني إضافة إلى ما يتعلق بالتوقيعات لابد على يعني الراغب في هذا الترشح أن يدفع كفالة لدى الخزينة المدنية قدرها 250,000 دولار جزائري يعني يستردها في بعد انتهاء العملية الانتخابية. أيضا مشروط الشرط يعني مشروط لكل من أراد الترشح. أيضا أنه يجب على كل مترشح يعني أن يعني يجمع يعني 50% من التوقيعات يعني موزعة على 25 ولاية على الأقل يعني يعني تكون موزعة على 25 تكون موزعة 1000 توقيع. نعم يعني هنا نتحدث عن التمثيل يعني نسبة لابد أن يكون له تمثيل لابد مسألة مرتبطة برئاسة الجمهورية أكيد يعني مسألة مرتبطة برئاسة الجمهورية يعني تكون عنده قاعدة شعبية ينطلق منها المرشح يعني 50,000 توقيع فردي لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية لابد أن يكونوا مسجلين في قائمة انتخابية وتجمع عبر 29 عبر 29 ولاية على الأقل يعني تكون يعني يعني حتى تكون الحد الأدنى اللي هو 1200 توقيع في كل مسجل. ميرسي بركة نحسب لك الصرف اللي عندي ونقول لك شرشر لابد من توفره حتى يقبل ملفك على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبالتالي هذا الشرط الأدنى هذا الشرط الأدنى وبالتالي يعني لا يعقل أن يكون أي شخص يعني يتقدم للمجموعة
الانتخابات الرئاسية لابد أن يكون لديك حاضنة شعبية، أن يكون لديك قاعدة تنطلق منها، سواء كنت يعني مترشح حر أو كنت تنتمي لحزب معين، وبالتالي تنطلق طبعا من قاعدة شعبية. في ذات السياق دكتورة بوكحيل ليلى، أعتقد أن الأمر ينسحب كذلك على المنتخبين، سواء يعني في جميع المجالات. مش مشكلة. فيه ضابط قانوني. برك لقينا وبركة، برك لقينا وبركة. فيما يتعلق بهذه الحالات. نعم، المترشح صح له الخيار بين أن يجمع هذه التوقيعات من ناخبين عاديين، يعني كل من يملك بطاقة الناخب يمكنه أن يوقع مع هذا المترشح في الحدود التي ذكرها الأستاذ، 50,000 صوت عن 20 ولاية، على أن يكون العدد عن 1200 توقيع في كل ولاية. والاختيار الثاني صح التعبير هو أن يجمع هذا المترشح 60,000 توقيع عن 29 ولاية. تشترط السلطة أن يتواجد في مقر السلطة وليس في مكتبه، وهذه من بين الأشياء التي تحدث عنها المندوب الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات، وهي إجراءات جديدة. وقال يعني بصريح العبارة ممنوع أن يتم التصديق على هذه الاستمارات خارج مقر السلطة أو مكاتب الانتخابات على مستوى البلديات، يعني عفوا أو مصالح الحالة المدنية على مستوى الذي أعطى الجانب البيئي والصحي وأقول الاقتصادي أهمية كبيرة بالنسبة لحياة المواطن. وفي إطار تنفيذ بعض النشاط التكميلي للتنمية في قرر رئيس الجمهورية لولاية تسلسلية الأشخاص المتعلقة بالعمل والموارد المائية
مالية سجل تربية 19 عملية منها مشاريع تم إنجازها للأسر المتقدمة ومنها كل 5 خدمات. وكما يؤكد السيد مكان أحمد رئيس مصلحة المغرب المائية بمدينة غير تسلسل ست عمليات مركزة، 19 عملية غير ممركزة تسيّم بالمدير المغرب المائي. بين العمليات 19 عملية هناك عملية تدخل ضمن تحسين الكلمة العمومية للماء، وعملية تدخل ضمن تأمين الولاية فيما يخص المياه الصالحة للشرب. كذلك عملية إعادة تأهيل ورد الاعتبار معنى تزويد المياه الصالحة للشرب انطلاقا من حدود الشركة. هذه العملية متقدمة كما نوح أشهر انتهاء بها، وتم وضع الآبار الموجودة على مستوى جائزة الخدمة. كذلك هناك عملية في إطار تأمين الولاية المتمثلة في ضرب الكلمة بين سد وصفه والسدود المجاورة للولاية. كذلك هناك دراسة في تشكيل التقدير ويتم تسجيل الشروط لإطلاق العملية. بالأخير أن أعطية بولاية عنابة إشارة انطلاق عملية الحصاد والدرس مع التوقعات للموسم لموسم وفير قول يصل إنتاجه إلى 400,000 قنطار من مختلف أنواع الحبوب إلى جانب استفادة الولاية من نقطتين جديدتين لتشميع الحبوب. المتابعة لعبد الرزاق حملة الحصاد والدرس رحلة قياسية شرق الدرس رسميا اليوم من إحدى المزارع المنتجية بولاية عين الباردة وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وسط توقعات بمزيد من 400,000 قنطار من مختلف أنواع الحبوب والمعادن وعطاء الجنوبي. والجديد هذا الموسم بعنابة أيضا هو فتح نقطتين جديدتين لتجميع الحبوب يصل الإجمالي إلى 10 نقاط لتجنيب عناء انتظار الفلاحين. يقول السيد بالحود كريم مدير تعاونية الكحول والحبوب الشافة بولاية عنابة. خمسة من البقوليات وكان برحان وكان مناطق مجاورة للعنابة تاع هي زورة ومخزن تاع العباد دوزيام جور تاع العباد رانا خدامين. ولتعزيز قدرات تخزين الحبوب بالولاية استفادت عنابة من 50 مليار سنتيم لإنجاز 4 مخازن جديدة لتأخذ استيعاب إجمالية تصل إلى أكثر من 1,200,000 قنطار مستقبلا من إذاعة الجزائر. سلام وبعد التنقل إلى مكان الحادث أكدت أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الحادثة. أترحم على روح التقيدة يلي تبلغ من الضغط 16 سنة ونتمنى الشفاء العاجل للإخوان اللي تم تحويلهم على مستوى مستشفى عنابة كالتفاية عاينة الأضرار مواطنين اللي تكالفوا خاصة أنهم يأكدوا بلي تم الاتصال لشركة الصوناكاز العديد من المرات ولكن ما يبقى حتى صدى. أنا في هذا الإطار راح نفتح تحقيق معمق كل الأطراف المعنية يحقوني لتحديد المسؤوليات واللي نغطي خلص. هذا واستقبلت مصلحة الحروق والجراحة البلاستيكية بوحدة ابن سينا الاستشفائية بولاية عنابة ضحيتين من نفس العائلة من ولاية كما تعرض لحروق من الدرجة الثالثة. تقول المكلفة بالإعلام بالمؤسسة المجرية منال. استقبلت مصلحة الحروق والجراحة البلاستيكية بوحدة ابن سينا الاستشفائية اليوم على الساعة 4:30 صباحا ضحيتين تتراوح عمرهما من بين 27 و 29 سنة متأثرين بحروق بليغة من الدرجة
المادة الثانية تاعي خيط الحروف بالنسبة للدكتور 95%، أما بالنسبة للأنثى 90% حالة تقدم جدا من الحروف. تم استئذاننا على مستوى المصحة المذكورة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتكفل بهذه الحالة الحالية. أرسلكم حليم شرشارة من الإذاعة الجزائرية. وصلنا إلى ختام أخبار الجريدة المحلية التي أخرجتها عاتقة بسباس، وهذه قراءة ثانية للعناوين. انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر الوطن، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يشدد من ولاية بومرداس على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية من أجل تحيين القوائم الانتخابية. في إطار البرنامج التكميلي للتنمية بولاية تسمسيت، تستفاد أو الولاية تستفيد من 19 عملية في قطاع الري ومنشآتان مائيتان جديدتان بالولاية المنتدبة لأفتو. تزامنا وانطلاق حملة الحصاد والدرس، قطاع الفلاحة بولاية عنابة يتعزز بنقطتين جديدتين لتجميع الحبوب إلى أمواج إذاعة عنابة. تتابعون برامجنا يوميا على الآفاق. متواصل على مدار النهار على القمر الصناعي الكومسات 1 24.8 درجة غربا بتذبذب 12231 ميجا هرتز، استقطاب افقي بترميز قدره 15910 سنتي ريت او فات 3/4. موقع إذاعة الجزائرية راديو الجزائر وان ديزرد في بث عبر ستريمينغ ضمن باقة الإذاعة المحلية. إذاعة عنابة، تواصل وإعلام جمهوري. أحدث الألوان
بطلع منها الفين. بطلع منها الفين. صح خويا.